تكملة على الفيديو السابق، مثل ما قلنا إن عند الضغط على مور بإمكاننا إن إحنا ناخذ سناب شوت، اللي هو سكرين شوت حق الشاشة لغرض ما، سواء سلايدات، سواء أشياء مثلا عارضها لنا الشخص اللي مسوي الميتينج، نقدر إن إحنا نسوي سكرين شوت، وبشذي يبين حق الأشخاص بالميتينج إن هالشخص مثلا سوى سكرين شوت، وراح نحصل كل شيء بالشات مثل ما انتم شايفين. هذا سكرين شوت، وهذا ايضا الريكورد اللي انا سويت له ستوب بعد ما سويت ريكورد حق الميتينج. كل شيء موجود عندي بالشات. نروح الاختيار الثاني عندنا، اللي هو turn subtitles on، بمعنى تشغيل اللي هو الصوت، تشغيل صوت اللي قصدي عفوا اللي هو الترجمة. فبشذي هو راح يتبطل عندي الترجمة إذا تكلم الشخص في الميتينج، سوف يعني راح تطلع عندهم الترجمة والسبتايتلز. فهني واضح عندنا turning subtitle on، راح يصير عندي subtitle. هذا بالنسبة حق subtitle. أما إذا شفنا الـ background effect، أيضا عندنا اختيار الـ background مثل ما قلت لكم، اللي هو عندي الـ backgroundات أقدر أختارهم، يعني هو عندي بأكثر من مكان الـ background. هني turn off incoming video، مثلا إذا أنا قاعدة meeting وفجأة دخل علي مكالمة أخرى أو فيديو كول من شخص آخر، فهني أسوي إنه مثل turn off incoming video، يعني أي شخص يدق علي ما راح أستقبله، لأن أنا مسوية اللي هو turn off. وإذا أبي أسوي إن أي شخص يدق علي راح يطلع لي، راح أحط ال allow. أيضا hold call، إذا أبي أسوي hold حق الميتينج أقدر إني أسوي hold مثل ما أنتوا شايفين هني. بالنسبة حق اللي هو هني أكيد، يعني إذا أنا أبي أوقف يعني برد حق الكول أقدر إني أسوي ريزيوم، أو إني أسوي أوديو أند فيديو سيتنج. إذا أنا حاطة هولد عشان أبي أعدل شغلة بالفيديو، أو مثلا أبي أعدل شغلة بالفويس، أقدر إني أقطع رد حق الميتينج مالنا. خلصنا من هولد. ممكن أيضا مثل ما قلت إني أقدر إني أشيك على الفيديو والأوديو سيتنج، مثل هو الفيديو وأيضا الأوديو. هذا بالنسبة للتولز الموجودين عندي تحت. نصعد فوق، راح نشوف اللي هو البارتيسيبنتس، الأشخاص اللي هم موجودين بالميتينج. راح أشوفهم فوق، إذا كانوا أكثر من شخص راح يكونوا كلهم متواجدين هنا. إذا أنا بضيف شخص راح أضغط على الزائد هذه، وراح أكتب اسم الشخص، وراح أسوي له آد وراح ينضاف. أما بالنسبة هذا اللي هي مثل الأخوة طريقة عرض الأشخاص، إذا مثلا جراد فيو، أو إني أضغط على السبيكر فيو، يعني الشخص المتحدث فقط هو اللي يطلع بالشاشة. وإذا كان أكثر من شخص أقدر أسوي together mode، بشكل كل الأشخاص الموجودين بالميتنج اللي مبطلين الكاميرا راح يكونون موجودين. ونفس الشيء مع اللارج، يعني يكونوا كل الأشخاص موجودين. يعني هني enter full screen، بمعنى تتكبر عندي الشاشة، شاشة الميتنج. هذا بالنسبة حق هالتولز. نروح عند مثل ما انتم شايفين، هذا عندنا اللي هو ال شو اسمه الميتينج مالي، وموجود عندي اللي هو الاسم. هني واضح لي ان الاشخاص، كم اشخاص موجودين بالميتينج، زائد اللي هو عندنا وقت الميتينج كم صار له قاعد ينحسب عندي. وهني الجاليري مالت الميتينج، الاشياء اللي تتسجل، سكرين شوتس، واللي هو الفيديوز، الريكوردر، كلهم موجودين هنا. الفيديوز والصور وكل الأشياء اللي تصير بالميتنج تنحفظ عندي بالجاليري، أو يكون عندي موجودين هنا اللي هو بالشات نقدر نحصلها. هني أيضا حاطين اللي هو الجوين سكايب، أقدر أسوي أيضا هني كوبي حق اللينك أو شير انفايت،
أو add people، يعني عندي أكثر من طريقة عشان أضيف ال people عندي بالميتنج. نروح عند الثالث أشرطة، هني راح يطلع لي اللي هو الصفحة الرئيسية، يعني البروفايل وهو الميتنج مالي والشات، الشات الخاص بال يعني الأشخاص الخارج الميتنج، مو اللي يكونون بالميتنج. وللحين شغال الميتنج، يعني ما راح يتسكر معاي. إذا برد أضغط عليه، أو إني أضغط على الميتنج هني، وكذي أنا قاعد أدخل الميتنج وأسكر اللي هو هذول الأوبشنز. هذا بالنسبة حق الميتنج. مثل ما أنتم شايفين هذه الأشياء المهمة الموجودة عندي بالميتنج، وطريقة إغلاق الميتنج جدا جدا سهلة، مجرد ما إني أضغط على اللي هو الأند كول، كذي أنا سكر عندي الميتنج وراح يطلعون كل الأشخاص الموجودين. وهني يبين لي إن الكول يعني تم انتهاء من المكالمة، ومدة المكالمة يعني يكون عندي 18 دقيقة، يعني مدة المكالمة. وكل الأشياء اللي أنا مسويتها، مسويت لها ريكورد وسكرين شوت، موجودة عندي بالشات وما يروح ولا شيء. إذا حابة إني أسوي ميتينج أضغط على ستارت كول، وراح يكون راح أدخل على ميتينج. طبعا الأشخاص موجودين بالكلاس، يعني الكلاس موجود، يعني الميتينج موجود كجروب، كجروب شات. هذا بالنسبة حق الميتينج اللي أنا توني مسويته. هذه هي الميتينج. وإذا أنا بسوي كولز بإمكاني إني أسوي كول، يعني أدق على الشخص، يعني مكالمة. هذا بالنسبة حق المكالمة فقط، مثل ما أنتم شايفين، يعني مكالمة مو فيديو، يعني مكالمة عادية وليست فيديو. مثل ما أنتم شايفين نفس الأشياء اللي موجودة بالميتنج فيديو، الفيديو كول موجودين عندي بالكول العادي. وايضا اقدر اني افعله واخليه ابطل الكاميرا وسد كانه فيديو كول، نفس الطريقه. وكل الاشياء اللي كنا استعملها بالفيديو كول موجودين، يعني مجرد اني ابطل الكاميرا خلاص صار فيديو كول حاليا يعني. ونفس الشيء اقدر اني اضغط على اند كذي تسكر عندي اللي هو الكول مثل ما انتوا شايفين. طبعا هذا اذا كان خاص بشخص معين. اقدر ايضا اسوي كول حق هذا الميتنج، هذا الخاص ميتنج، وكل شيء متسيف عندي بالميتنج. هذه هي الكولز، وهذا الشاتس، وهذا الكونتاكت موجود عندي الاشخاص اللي اعرفهم، وهذه النوتيفيكيشنز، وهذه هي الامور الخاصه ببرنامج سكايب. وهو جدا جدا سهل، وطريقة استعماله جدا سهلة، وما في أي تعقيدات.